خلال انتهاكات وتجاوزات الكيان الإسرائيلي تتصاعد حدتها بحق أبناء الشعب الفلسطيني، إذ مارست قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة لإزالة وهدم منازل عديدة بالقرب من قرية خان الأحمر. هذه الانتهاكات التي تقوم بها عناصر جيش الاحتلال لم تعد هي الأولى من نوعها بما يخص إزالة وهدم المنازل للمواطنين، خصوصا ما بين جانبي الضفة الغربية والقدس المحتلة، مما تؤشر على خطورة امتداد المستوطنات الإسرائيلية نحو بقية الأراضي الفلسطينية الأخرى. كما إن بدأت آليات كيان الاحتلال من هدم وإزالة بعض الوحدات السكنية في قرية الخان الأحمر بهدف الاستيلاء والامتداد في مناطق أخرى، حتى سرعت عناصر جيش الاحتلال بفرض طوق أمني حول الموقع الجغرافي الذي استولت عليه بهدف مواجهة أي محاولات تهديد أو غضب من قبل أهالي القرية. وتأكيدا على عملية الاستيلاء على الأراضي، أعلنت هيئة كوغات التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية عن إقرار قيام عناصرها بهدم منازل المواطنين في قرية الخان الأحمر بذريعة قيام أهالي القرية بناء وحدات سكنية في مناطق غير قانونية بحسب بيان الهيئة، مما دفع بالإسرائيليين إلى هدمها. كرار زيادي، دبليو تي في.